17 يناير 1995 في اليوم ده بطل قصتنا واحد اسمه دانيال بيبقى بيلعب رياضة عادي، وساعات البوليس بيجيله وبيجري منهم وبيرمي نفسه في صندوق الزبالة. يا ساتر على الريحة. بعدها عربية الشرطة بتخبطه. بعدها بنرجع 6 شهور ورا، وكان دانيال بيروح الجيم وبيحكي لنا عن خبرته في مجال نفخ العضلات، وبيحكي لنا انه بدأ من الصفر ونفخ نفسه بنفسه ودلوقتي بقى مدرب قد الدنيا وقدر ينفخ ناس كتير. بعدها بنشوف واحد جديد اسمه فيكتور بيدخل الجيم وعايز يتنفخ، فدانيال بيقول له شيل الحديدة دي كده وربنا ينفخ في صورتك. بعدها فيكتور بيحكي له عن نفسه وانه شخص غني وعنده املاك كتير ومن اللي بيحضروا مهرجان الجونه كل سنه. بعدين دانيال بيعرض مشروع على واحد من ملاك الجيم وبيقول له عاوزين نكبر المكان ونضاعف الزباين، وبيقول للمالك في مشكله واحده بس ان انا سوابق ورد سجون. فالراجل بيقول له ايه يعني مشروعك اتقبل وانت معانا يا اسطى. بعدها فعلا المشروع بينجح والارباح بتزيد، وفي مره دانيال بيبقى بيدرب فيكتور فبيقول له اكيد الفلوس اللي بتعملها كتير بس مش هتبقى كتير زي لو دمجت اعمالك. وهنا فكره شيطانيه بتلمع في عقل دانيال وتخيل الحلم بتاعه ان يبقى عنده حديقه كبيره يفضل يقصص في النجيله بتاعتها لحد ما الشمس تغيب. بعدها دانيال صبره بينفذ والطمع بيلخبط دماغه، وصاحبه ادريان بيشاركوا الطمع وبيتفقوا انهم مش هيفضلوا زي ما هم ولازم يقبوا على وش الدنيا مهما كانت الطريقه. بعدها بيروحوا محاضره لجوني، وجوني بيلقي خطاب تحفيز بيقول 3 خطوات فيها الخلاصه خلي لك هدف، بعدها خطط له، بعدها نفذه. بعدها دانيال بيتحمس ويفضل يصرخ في المكان كده زي المجانين، وجوني بيكافئه على جنانه وبيديله جلسه تدريب خصوصي. ساعتها دانيال بيعمل مبدا من 3 خطوات برضه، اول خطوه لاقي شخص عنده فلوس، تاني خطوة اسرق كل اللي في جيبه، تالت خطوة تخلص منه. بعدها دانيال بيتكلم ادريان وبيقنعه بخطته، وساعتها بيقابله بول وبيقول له الشرقاوي بعت لنا فندام ولا ايه؟ وبول بيحكي لهم قصته ان كان حرامي وده طويلة وكيف مخدرات وطول ايديه جابه السجن. بعدها دانيال وبول بيبقوا اصحاب، بس بول بيبقى شخص صالح ملوش في المشاكل، وفي الاول بيرفض كلام دانيال وخطته، بس بعدها بيغير رايه وبيروح يجيبوا السلاح عشان ينفذوا المهمه، وبيتفقوا انهم يسرقوا فيكتور، بس لما بيروحوا بيته بيلاقوا لامم صحابه وعامل حفله فبيلغوا المهمه، بيروحوا مره كمان عشان يخطفوه بس بيطلعوا مغفلين وبيفلت منهم بسهوله. بعدها بيستنوه عند المطعم بتاعه وبيخطفوه المره دي اخيرا، وبينقلوا له المكان بتاعهم وبيربطوه في الكرسي وبيغموا عينه، ودانيال بيحاول يغير صوته عشان فيكتور يعرفه من زمان وهيبقى خطر لو عرف ان هو اللي خطفه لانه يقدر يحبسه. بعدها دانيال بيكلم فيكتور وبيقول له هتفضل مجنون بعضلاتك يا مفلس. طالما عضلاته ومفلس يبقى انكشفنا. ساعتها دانيال بيخاف لما بيلاقيه عرف مين هو، وبيخلق فيكتور وبيضربه، وبول بيروح مكتبه يسرقه وبيخلوه يكلم اسرته يطمنهم عشان ما يبلغوش الشرطه، وبول هو اللي بيراقب فيكتور، ففيكتور بيقول له عندك حاجه تتشرب، فبول لا ما بشربش كحول انا شخص مستقيم. فيكتور بيقول له وانا كمان مستقيم. بول قلبه رقيق والكلمه بتاثر فيه. بعدها بول ينزل له يطيب بخاطره يجيب له حاجه يشربها وساندوتش من عند البرنس وكان ناقص يصرف عليه. بعدها بول بيصعب عليه فيكتور ودي بتكون نقطه ضعفه، وفي مره فيكتور بيحاول يهرب بس بول بيضربه. بعدها بيعذبه فيكتور عشان يمضي على الورق ويبيع لهم الممتلكات بتاعته، وفعلا بيمضي بس البنك مش برضى يتمم العمليه وبيطلب حضور فيكتور بنفسه وكاتب عدل يشهد على العقد. فدانيال بيروح لكاتب عدل يعرفه ويقول له يخلص الموضوع في الخفيف، بس التاني بيقول له لازم تجيب لي فيكتور، ودانيال بيقدر يقنعه وفعلا بيختم له الورق. ودانيال بياخد الفلوس من البنك، بس بيجي وقت القرار الصعب، اما بيقرروا انهم يقتلوا فيكتور لانه عارف هما مين وبيركبوه في العربيه وبيخلوه يخبط في كراكه، بس المغفل ادريان طلع رابط له الحزام فالراجل ما ماتش. قام دانيال مولع في العربيه ومفجرها، بس فيكتور بيطلع من العربيه وبرضه لسه مش راضي يموت. وبعدين في ابراهيم الابيض اللي مش بيموت ده. بعدها بول بيحاول يدسه بالعربيه بس فيكتور بيبعد عن العربيه. انا زهقت من الجدع ده، طب ما الشيخ بول يدعي عليه دعوه تموته وخلاص، ده مستقيم ودعوته مستجابه. المهم بول بيرجع عليه بالعربيه وهنا اخيرا بيموت، وبيهربوا قبل ما البوليس يوصل للمكان، وهنا بنكتشف ان فيكتور لسه عايش. طب ده نسميهم في ساق بقى ولا ايه؟ وبينقلوه على المستشفى وهناك بيبلغ عنهم، بس البوليس مش بيصدقوه وبيمشوا. وهنا فيكتور بيكلم المحقق ايدي عشان يساعده يسجن دانيال واللي معاه، بس ايدي مش بيصدقه، بيقول له لو حصل لك ده حقيقي اهرب من المستشفى لانها مكان عام واي حد ممكن يصيبك منهم. وفعلا دانيال بيوصل المستشفى هو وادريان وبول، بس فيكتور بيكون هرب خلاص. وهنا دانيال واللي معاه بيزهقوا من الجدع ده زي ما احنا زهقنا بالظبط، وبيقرروا ينبسطوا بالفلوس اللي معاهم بدل ما شعرهم يشيب وهما بيحاولوا يقتلوا فيكتور اللي شكله ما بيموتش ده ولا ايه. بعدها ايدي بيزور فيكتور اللي بيكون غير رايه وبيساعد فيكتور، وفيكتور بيحكي له كل حاجه. دانيال حقق حلم حياته وجاب عربيه الجنايني وعمل لنفسه صحاف في بيته الجديد وصدق نفسه بجد. وايدي بيراقب دانيال وبيخد صور مع الباقيين،
وبيروح لفيكتور وبيقول له ان كل العقود قانونيه 100%. ففيكتور بيقول له يا عم مضيت غصب، وايدي بيقول له طب انا هفكر في حاجه تانيه. وبروح للجيم بتاع دانيال، ودانيال بيساله انت عرفت الجيم بتاعنا ازاي؟ ايدي بيقول له فيكتور قال لي عليكم. دانيال بيتوتر بس ايدي بيعمل فيها مش عارف، فدانيال بيصدقه. وادريان اتجوز هو كمان، بس بور بيسرق والبوليس بيطارده وبيضرب عليه نار وهو بيهرب. بعدها بيروح لدانيال في الفرح وبيقول له انا طمعت وسرقت تاني وضرب عليا نار وصباعي اتقطع. حتى بص دانيال بيقول شيل اعضائك يا عم من على الترابيزه عشان هنجيب التورته. بعدها بور بيحكي له وبيقول انه صرف فلوسه كلها على الكيف وعاوز ينفذ عمليه سرقه كبيره تاني. وادريان هو كمان بيقول له ان مع فكره العمليه عشان هو صرف فلوسه كلها على بيته الجديد، عيشه الزوجيه بقى والراجل عريس. وفيكتور بيتصل بكاتب العدل بيقول له رجعوا له فلوسه يا حراميه، والراجل بيخاف من الحبس فبيروح لدانيال يقول له. فدانيال يوقعه في حمام السباحه ويقول له مش عايز اسمع ولا كلمه ولا هغرقك هنا. بعدها بيحددوا مكان فيكتور وبيروح له هناك، بس بيكون هرب. وسكرتير الفندق بيقول لهم ان في واحد بيدفع لفيكتور الايجار وبيعرف ان هو ايدي، وايدي بيقنع البوليس ان فيكتور على حق. ولما بيرجع بيته دانيال وادريان بيبقوا هناك، واول ما بيشوفوا عربيات البوليس بينطوا في البحر. وايدي بتوصل له رساله من فيكتور انه متشرد، فبيقعدوا معاه في البيت ويكسب فيه ثواب. ودانيال بيلم اصحابه يعملوا مهمتهم الكبيره، وبيروحوا للراجل الغني اللي هينصبوا عليه وبيعرضوا عليه مشروعهم اللي هو اصلا في شينك، والراجل مش بيقتنع. فدانيال بيضربه ووسط ضربه حديده بتاع على دماغه بتموته. طلع من النوع اللي بيموت على طول للاسف، كنا فاكرينه زي فيكتور شرازي بتسع ارواح. وبقت مهمته مش بس السرقه والاحتيال، ده بقى معاهم بلوه لازم يداروها كمان، وبياخدوا بالهم ان الكلب بتاعهم مش موجود. بعدين دانيال وبول بيروحوا يسرقوا شقته، وادريان بينظف الشقه من الدم، بس خزنه الراجل مش بتتفتح وبتحطوا في ورطه. وبتزيد ورطتهم لما مرات الراجل بتموت هي كمان. بعدها دانيال وبول بياخدوا عربيتين وبيطوروا على البيت، وبياخدوا ادريان من هناك ومعهم الجثث. بس الكلب بتاع ادريان في واحد بيلاقيه هناك، والعصابه بتروح السوق تجيب ادوات يخفوا بيها الجريمه بتاعتهم. وساعتها البوليس بيتصل ببيت ادريان يبلغوه انهم لقوا الكلب بتاعه وعاوزينه يجي يستلمه. والشرطه بتمسح البيت بتاع الراجل بيلاقوا هناك صباع بول اللي سابه للكلب، والعصابه بتبدا تقطع الجثث حتت وبول بيحرقهم. بعدها بيروح السوق يبدلوا المنشار البايظ هناك، وفي نقطه دم بتاع منه وبتيجي على لبس البياعه. ولما بيرجعوا بيلاقوا بول بيشوي الجثث، فدانيال بيقول له بطل غباوه هننفضح، ودخل الشواية جوه. وساعتها بول دميره بيصحى فيسيب لهم رسالة وبيمشي. بعدها بيحطوا الجثث في براميل وبيرموها في البحر، والبوليس هنا بيصدر امر بالقبض عليهم. وبنشوف مشهد دانيال وهو بيتدرب والبوليس بيحاصر مكان كل واحد فيهم، حتى بول اللي كان بيتوب في الكنيسة جابوه، وكاتب العدل اتجاب هو كمان. وبتوصل القوات لبيت ادريان وبتاخد العريس معاها، بس دانيال بيهرب على قارب في البحر والبوليس بيطلع وراه. دانيال بيروح البنك عشان يسحب من فلوس فيكتور، وساعتها البوليس بيوصل وبيطاردوه. ودانيال وهو بيجري عربية بتخبطه والبوليس بيمسكه بيرجعوه على الحبس. ويوم المحكمة كل اللي كانوا معاهم بيشهدوا عليهم، والدلائل بتظهر ضدهم، والبوليس بيلاقي الجثث، وبول بيعترف بكل حاجة. ودانيال وادريان بياخدوا اعدام، وبول بياخد حكمه خفف ب 15 سنة. وبتحقق العدالة اخيرا عشان تنتهي احداث الفيلم بعد ما نكتشف انه مبني على احداث حقيقية، يعني فيكتور طلع خنفساء بجد. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبكم تلخيص الفيلم اعملوا اشتراك في القناة ومتابعة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.